شو رأيكم بالشيف الجديد؟ والله ممتاز، الصلصة كتير طيبة. هالزلمة غريب، ما بيتحمل أي ملاحظة منوب. لأنه مو بحاجة لملاحظات، اصحك تخليه يهرب. ها؟ لازم تثق بذوق منى، ما بتعرف قديش مذوقها. شو عملت شهرزاد؟ كان عندها اجتماع اليوم. راحت. ايه، عرفت مين الشركة المنفذة؟ مو مهم. شو يعني؟ ما عرفت مين أخذ التنفيذ؟ ليش ما عم تحكي؟ مونة، عم بسألك ليش ما عم تردي علي؟ مين أخذ الشغل؟ شركة أقسون، يمكن هيك اسمها. أقسون؟ يعني شركة جديدة. هي بتعرف صاحب الشركة؟ طيب شو اسمه؟ مونة شبك، ليش ساكتة؟ عم بسألك سؤال واضح، إذا بتعرف يقولي وإذا ما بتعرف يقولي لا. مين صاحب الشركة هاي؟ أنور بيك. ما فهمت. أنور بيك عامل شركة باسمه.